أعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر، مؤكدا تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمنظمة ومصر. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجريت بينه وبين مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، والذي أكد اعتزاز مصر بدورها في منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها ثاني أكبر منظمة دولية من حيث عدد الأعضاء الدول.